أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من عيون الحياة. عندما تتخاطب العيون تكون أبلغ من الكلام. العيون هي مرآة الحياة، وعيون الحياة برنامجنا. أهلا بكم في عيون الحياة. أهلا بك يا محمود. أهلا بك نجلاء، مساء إزيك؟ عاملة الخير. إيه؟ مساء الحمد النور. لله. إزيك يا دكتور، عاملة إيه؟ الحمد لله. أنا مش دكتورة. منورانا. يا رب يخليك. إزيك يا أستاذة هاني؟ أهلا بك. أهلا بحضرتك. إزيك يا أستاذة؟ أخبار حضرتك إيه؟ في نعمة من الله، الحمد لله. الحمد لله عز وجل. جاهزة؟ زي الفل. تمام؟ تمام. في البداية كده حضرتك عايزين يعني حضرتك تعرفينا بنفسك. أنا هناء صبري. أهلا وسهلا. بحب أتكلم في مواضيع مهمة، من كتر ما أنا يعني اتعمقت فيها شوية عملت قناة على اليوتيوب، ولقيت فيه إقبال جامد على اللي أنا بقوله. تمام. أهم حاجة لاحظتها إن هما فئة كتيرة من الناس بجميع الأعمار، فارق معاه قوي موضوع قانون الجذب والتخاطر وتوافق الأبراج، الطاقة الإيجابية أو قانون الطاقة بشكل عام، يعني الطاقة عامة الحلوة. فأقدر أقول إني أنا يعني بدي طاقة إيجابية بكلامي نوعا ما، ده اللي الكلام الناس قالته لي، وده محتاجينه اليومين دول. فالحمد لله، يعني كل الكومنتات اللي كانت بتجيلي لاحظت فيها إن كل الناس محتاجة حد في حياتهم. تمام. يعني يبقى بالنسبة لهم الملهم واللي بيديهم الطاقة الإيجابية حتى لو بأي كلام. الناس كلها بتدور على الإحساس ده. فلقيت إن كل الكلام اللي أنا بتكلم فيه، إزاي إن أنت كمان وإنت بتتكلم على الأمور العادية اللي ناس كتير بتتكلم فيها، إزاي توصلها لحد وياخدها بطاقة إيجابية. طب هستأذن حضرتك في حاجة. إيه هو قانون الجذب؟ قانون الجذب، بص يا سيدي، هديك كده تفسيرات بسيطة وفي نفس الوقت ألمه قد ما أقدر. يعني قانون الجذب المفروض إن كل شيء أنت بتتوقعه بره في الدول الأوروبية وأمريكا، في كل الدول الأوروبية غير الدول العربية، بنقول عليها إن الكون بيجذب لك الشيء اللي أنت بتفكر فيه. عندنا إحنا كدول عربية نقدر نقول مصطلح تاني يدي نفس المعنى، كلمة كل ما هو متوقع آت، أنا عندي حسن ظن عبدي بيه، تفاءلوا بالخير تجدوه. بمعنى إن إزاي أنت بيقينك برب الكون، مش بالكون بقى، تقدر تجذب ليك أي شيء، أي هدف، أي حلم. وما فيش حاجة مع الله ما تقدرش تجذبها. معذرة، يعني هي تفرق حضرتك بين الدول العربية أو الشعب العربي وأوروبا؟ لسبب، لأني أنا لما جيت يعني بدأت أفهم موضوع، مثلا هنتكلم فيما بعد فيه عن قانون الجذب، عن قانون عن التخاطر في حد ذاته، هم مسمينه مسميات غيرنا. أنا يعني بتكلم لما أجي أتكلم وأقول الكون هيجذب لي كذا، بحس إني أنا أقرب إلى قلبي إني أنا أقول كلمة رب الكون. رب الكون. فلما أجي أقول كلمة إن رب الكون وأرجع كل شيء لربنا، بتحس إن حتى اللي أنت بتتكلم فيه ده الناس بتسمعه هي مرتاحة، إن فيها كلمة الله، وهو فعلا الحقيقة إن الله هو سبب كل شيء بيجذبه لينا، مش الكون، هو رب الكون. رب الكون. فهي دي الحتة الوحيدة الفرق بيني وبين أي حد وأنا بفسرها. ما برضاش أقول كلمة الكون والطاقة الكونية، لا، في رب الكون ورب الطاقة الكونية. القانون الجذب جماله وروعته، وده أنا حبيته جدا وعمل معايا في حياتي حاجات خطيرة خطيرة. أول ما فهمته لقيت إن جيت قريت عن حاجة اسمها ذا سيكريت. إيه ذا سيكريت ده؟ كتاب. كتاب السر. بالظبط. الكتاب ده المفروض إنه هو ما يهمناش أسماء الإيه اللي كتبه، ولكن أول ما قريته لقيته فيلم نازل مترجم على اليوتيوب، لفت نظري قوي. ايه ذا سيكريت؟ بحسبه فيلم عادي، اتاري فيلم وثائقي بيحكي تجربه حد. كنت اتمنى المعلومات دي الحقيقه اني كنت اعرفها من زمان، لانها فرقت في حياتي جدا، ومتعمده النهارده ان انا اقولها عشان هتفرق مع ناس كتير قوي، وكان نفسي كلنا يعني نتعلمها من الصغر قبل كده. قال لك ان انا كل اللي بفكر فيه بجذبه ليا. حل هتجذبه ليك، وحش هنجذبه لينا برضه. اللي هي احنا بنقولها في الدين تفاءلوا بالخير تنولوه، تفاءلوا بالخير تجدوه. انا عند حسن ظن عبدي بيه، فخلاص انت هتظن في الله شيء
وبتحطي قدامك الهدف ده وبتعيشي حياتك. بمعنى يعني في ناس متخيلة اني انا قانون الجذب، هديكم مثل بسيط جدا، اني انا اقول مثلا، هديكم المثل الاولاني وده اوقع لما جيت قريته الاول، هم منظورهم شافوه ازاي بره وشوف احنا بالنسبة للغرب ازاي. الغرب بالظبط. قال انا كاتب هو مغمور، فقال انا لما عرف قانون الجذب قال انا بكتب كويس، ليه ما احاولش اني انا اخش جامعة اقول فيها محاضرة؟ قال كده بالظبط. المحاضرة دي ممكن يحضرها ناس كتيرة قوي، منهم جريدة كبيرة مثلا زي مصر هنا، جريدة الاهرام مثلا، حد مثل يكون مندوب منها يشوفني هو بيقول كده بالظبط، يعجب بطريقة كلامي يقول لي هخليك تكتب مقالات، بعض المقالات ممكن حد يقول لي هجمع لك مقالاتك اعمل كتاب بالظبط، بدأها كده. وبعد الكتاب الاقي نفسي بقى عندي، كان حلمه وهدفه ان يكسب 100,000 دولار من الكتاب الاول. فبيقول انا قررت اني انا اعمل النقطة دي. عدى يومين بالظبط بيفتح الجورنال لقى ان في اللي يقدر يقوم بمحاضرة عن موضوع، الموضوع اللي يخصه، اللي هو كان بيفكر فيه، اللي بيفكر فيه. فبدأ الكون، رب الكون، رب الكون يهيئ اللي قاله بالظبط. وحصل كل الخطوات اللي قالها بالظبط. بعد ما خد 100,000 دولار قال انا عايز 1,000,000 دولار بانك تعمل ايه؟ دار، قال كده بالظبط، دار نشر كبيرة تاخد كلامي وتعمل بيه كتاب يعمل مبيعات، يعني كتاب ممكن يتباع ب$0.50. الراجل ده قال، عمل على السقف كده رسم 1,000,006 صفار دولار، وجاب دولار عادي دولار وكتب جنبه 6 صفار وحطه قدامه، وكل يوم الصبح اول ما يفتح عينه وقدامه وقبل ما ينام بثقة ان ده هيحصل، وحصل من غير ما نشرح كتير بالظبط. المفاجأة الأعظم والأروع إن صاحب دار النشر كان أول مرة في حياته يكتب شيك ب$1,000,000. فالراجل كان كاتب وراسم هارت على الكاتب الناشر الأصلي، على الدولار اللي كان كاتبه كان راسم قلب. ففوجئ لقى صاحب دار النشر كان ده أول مرة في حياته يكتب $1,000,000 لكاتب وراسم نفس القلب، نفس القلب اللي هو كان عامله على الدولار، الكاتب والناشر الاثنين. فعايز اقول انا ده استلهمني الموضوع ده، جاب لي جنان. فقلت مش ممكن، ده مثل عظيم بالنسبه لي، دي علامه صغيره قوي ان خلاني اقول ازاي احنا ما عرفناش المعلومات دي قبل كده، ازاي ما وصلتناش. انا بكلمكم دلوقتي بدماغي بتقشعر ليه؟ لاني انا متحمسه جدا. احنا ضيعنا كتير جدا في ان كلنا عندنا اهداف بس ما عرفناش ازاي نصطادها. استاذه حضرتك بس فضل. معنا مكالمه تليفونيه. هلا مصطفى. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك، بحييكم وبحيي البرنامج الجميل، ربنا يعزك، وبحيي الاستاذه نجلاء حبيبتي. الله يخليكي. ازيكي نونا عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي منوره. استاذة ميرفت معانا. مظبوط. انا بحب اتفرج على برنامج على طول ومعجبه بيكي جدا وبأسلوبك. ربنا يخليك، ربنا يعزك، الميك اب الجميل اللي انت عاملاه. شكرا يا مدام ميرفت، ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. حبيبتي ممكن اسال الدكتوره؟ اتفضلي حبيبتي اتفضلي. عايزه اسال بقى ايه توقعاتها لبرج العقرب 23/10؟ حاضر يا حبيبتي، الدكتوره هتجاوبك ان شاء الله. شكرا. اكلمها، هتجاوبك دلوقتي. عايزاها يا دكتوره تساليها على حاجه؟ عايزه اكلمها لو سمحت. طب خليكي معانا يا استاذه ميرفت على التليفون عشان الدكتوره تسالك على حاجه. ماشي. طيب خلي بنتك تكلم الدكتوره حبيبتي. طيب ماشي حبيبتي اتفضلي. ايوه اهلا بحضراتكم منورين والله. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا حبيبتي. منور حضرتك ربنا يخليك زي القمر. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك، ربنا يعزك. ما شاء الله عليكم وربنا يكرمكم من تقدم لتقدم. الله يخليك، ربنا يعزك. الدكتوره معاكي، اساليها على اللي انت عايزاه يا حبيبه قلبي. ازاي حضرتك يا دكتوره؟
اهلا بيكي، بس انا مش الدكتوره وما بحبش اخد لقب مش بتاعي. استاذه هناء. استاذه هناء الله يكرمك. اهلا بحضرتك يا استاذه هناء، منوره الدنيا. يا رب يخليك يا حبيبتي، ربنا يصلح حالك وحالنا يا رب. كنت عايزه اعرف التوافق بين برج الاسد والحمل. الاسد والحمل، طب انا هقول لك حاجه، يعني انا الاسد ورجل الحمل. طيب انا هستاذنك بس في حاجه، انا هعمل فقره في الاخر كلها فيها مزايا وعيوب وتوافقات الابراج، ايه افضل الابراج وايه اسوأ الابراج. ايه رايك تنتظري لاخر فقره وتسمعي كل الابراج وكل المزايا والعيوب وكمان افضل برج واسوأ برج، وهنجاوب حضرتك ان شاء الله في الفصل ان شاء الله. هو زوجك الاسد؟ هو الحمل وانا الاسد. طيب ماشي، هقول لك ان شاء الله. بنشكرك حضرتك. بنشكرك حضرتك. انا دونت وبعد كده هنسال نشوف الدنيا فيها ايه. حضرتك بقى ازاي نستخدم قانون الجذب؟ ببساطه المفروض قانون الجذب عشان ينجح، تمام، انت بتحط هدف قدام عينك وبتعيش يومك وحياتك طبيعي، ما بتخليش الهدف ده يشغلك. بمعنى انا عايزه مليون دولار بس هفضل حاطاه في دماغي؟ لا، ما حطوش في دماغي. في شرط خطير. انا هديكم مثل ببساطه، انا بقول اني ان شاء الله هعمل ان شاء الله كتاب. كل يوم بقوم الصبح بكلم كل اللي حواليا ان شاء الله انا هعمل كتاب قريب. انت خلاص اتفقتي مع حد؟ انت عملتي حاجه يعني معدن نشأة او حاجه؟ لا، انا هعمله خلاص. انا اقنعت حياتي وتفكيري ويومي ورب الكون بلغته بامنيتي وعشت يومي طبيعي، مش هوقف دنيتي على ان الكتاب لو ما تنفذش حياتي تقف. لا، انا حياتي ويومي ماشي طبيعي جدا، ورب الكون ورب الاسباب هيهيئ لي الاسباب وبتحصل. وحصل اني انا وريت لكم كتاب انا عملته بنفس الطريقه بالظبط، ده حصل لي انا شخصيا. لما الهمني القصه بتاعت الكاتب ده، انا كنت بكتب شعر وبيقولوا لي اصحابي اللي على الجروب عندي او على الصفحه عندي بتكتبي كويس، لما دخلت حسيت كاني الرساله دي ليا انا، فقررت ان انا اعمل زيه. ان حضرتك عملت زي بالظبط الفكره، عملت كتاب. عملت كتاب وعملت كتاب، قلت لنفسي انا عايزه اعمل الكتاب، لا اعرف ده بنش ولا اعرف هيتعمل ازاي ولا ايه اللي بيحصل. خلاص كل ما حد يكلمني اخبارك ايه، عامله ايه، ان شاء الله قريب هعمل كتاب. بجد اتفقتي مع حد؟ لا. شفتي حد؟ لا. امال ايه؟ انا هعمل كتاب خلاص. انا خدت وعايشه يومي وحياتي وشغلي العادي بعيد عن الموضوع ده تمام. يعني النيه، يعني هي حضرتك بتيجي الهدف بالنية. قدام عينك الهدف خلاص تمام، وسلمت امرها لله، لربنا، لرب الكون. لرب الكون، الكون ثم الاهم منه رب. عجبني الكون. اللفظ بتاع رب الكون، هي دي الحقيقه. لان انا مش هقدر اقول الكون بدون ربه، لان ربه هو اللي بينفذ. بس هو يعني رب الكون يعني قويه، هي دي الحقيقه. هي دي الحقيقه، لان ده يقيني، عشان كده بتطلع مني صدقه. ففوجئت لقيت كلنا لو ما حطيناش قدامنا هدف ممكن يعدي قدامك اهداف كتير كتير كتير، تقولي مش ممكن. هل انا ما شفتش قبل كده وانا بفتح الفيسبوك مليون دار نشر قدامي؟ لا اكيد شفتي. اول ما حطيت الهدف بدات تتهيأ لي السبل اللي كانت بتظهر، بس انت ما كنتش حاطط الهدف هنا، او ما كنتش حاطاه في دماغك. اول ما حطيته في دماغك بقى هو بيجذب ليك اللي انت اصلا عايزه. فبدات الاقي دار نشر، اخش اتكلم وانا فاكره الموضوع صعب جدا. اوكي اعرضي عليا، بيني لي بالظبط 17 يوم الكتاب كان في معرض الكتاب. ما شاء الله. ازاي انا ما اعرفش؟ ازاي انا ما اعرفش؟ فلقيت دي حقيقه، ده مش هزار. واكتشفت الحاجه الاخطر، ان كل ما انت كل شيء بتتوقعه ات. يعني لو قلت لنفسي، انا قلت لنفسي ان شاء الله الكلام ده انا عايزه في معرض الكتاب يبقى كتابي موجود. انا حاجه مغموره، يعني مش مغموره كمان، اقل من المغموره، لسه ما اتغمرتش. ده اللي اتغمر ده حاجه رائعه. يعني انا اما رحت معرض الكتاب وشفت الكتاب اللي انا صممته وتخيلته وسميت اسمه، في حدث عظيم في موضوع قانون الجذب ده، مهم جدا لكل الناس لازم تبقى واخده بالها منه، ان انت وانت بترسم لنفسك الهدف ما تستناش تنفيذه يبقى ازاي، خطوات تنفيذه ازاي، انت الاول اكتب عنوانه. يعني دي من ضمن الامثله اللي حضرتك بتاعت حصلت. حصلت حصلت، انا حياتي كلها اتغيرت من الامثله اللي شفتها للناس.
انا بصراحه بكل امانه عشان اجي اديك مثل للناس اللي انا سمعت عنهم اللي انا ألهمت بيهم وكتبت، هبقى ظلمت نفسي لاني انا شخصيا عملت الاسباب دي وحصلت معايا، مش في الكتاب بس، في كل حاجه في الاربع سنين اللي فاتوا من يوم ما قريت انا قانون الجذب بقى حياه بالنسبه لي. يعني زي ما ربنا كده بيقول لو هتبقى يوم القيامه النهارده وفي ايدك فسيله ازرعها، انا عندي هدف يخلص بعده الهدف الثاني بعده الهدف الثالث، بمعنى حياتي كلها بقت سلسله اهداف. استاذه هناء هو فضل. طب معانا بس اتصال تليفوني فضل. الو الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا كنت حابه اكلم الاستاذه اسالها على هو قانون الجذب ده فعلا، يعني الواحد لما بيتمنى، انا بتمنى حاجه او بطمح ان انا ابقى حاجه بحطها كهدف قدامي، بس يعني بفكر فيها بس فعلا ما بتبقاش شغله كل تفكيري، بس اللي هو بحاول اقلم حياتي ان انا مثلا عايزه اعمل الحاجه دي عايزه اوصل لها. مفيش أي حاجة أنت حسيتي بيها عملتيها قبل كده ووصلت لها من قانون الجذب؟ لا كتير. طيب خلاص كده يبقى أنت وصلتي. صح يا أستاذة هناء؟ هو إحنا كلنا عايشين بقانون الجذب وبدون ما ندرك. البني آدم اللي قاعد، أنت حطيتي قدامك هدف دلوقتي، خلاص؟ يومك وحياتك ماشية طبيعي جدا، ولكن أنت هيأتي فكرك وذهنك وأيامك والمحيطين بيكي إن ده حاصل، ان ده خلاص مساله زي المغرب. انت صايمه والمغرب هيدن في وقت، مش هينفع كده. مش هينفع انك تضيعي منتظره الاذان، لا، يومك ماشي طبيعي جدا وهيحصل ويقينك في ان كل ما بيتكلمي حد اللي المغرب هيد زي ادعوني وانتم موقنون بالاجابه. احنا حاليا بنقول لربنا كل يوم الصبح وبالليل وفي كل وقت، انا عايز ده يا رب، انا عايز ده يا رب، انا مقتنعه وعندي يقين بالله هيحصل. اسم حضرتك؟ انا استاذنكم بس يعني عرفينا باسمك يا اسراء. انا معاكم. انت وانت مع نفسك كده وبتقولي انا بكره هبقى حاجه، هل في مثل انت قلتيه وعملتيه؟ ايه يعني كان نفسي ان انا ابني شقه وفعلا بنيتها. تبني شقه وبنيتيها؟ طب ما شاء الله. يعني كان نفسي ان انا يبقى ليا مكان وشقه وفعلا بنيتها. طيب وايه تاني اسراء؟ ان انا يبقى عندي حاجات في حياتي وفعلا جبتها. طب الحمد لله. طيب الحمد لله. يبقى قانون الجذب كويس. لا ده فعلا. طيب. وفعلا بجد يعني انا بشكركم ان انتوا جايبين الاستاذه معاكم النهارده بجد يعني. ربنا يخليكي. طب اسمعي. بجد يعني موضوع مهم جدا. وده فعلا الناس كتير قوي محتاجه ان هي تعمله، ومحتاجين يبقى في عندهم يقين بالله وعندهم امل وتفاؤل لبكره. اسراء اسمعي استاذه هناء هتقول لك حاجه. احنا هنسمع رد حضرتك بس بعد الفاصل. اوكي. فاصل ونعود ان شاء الله. ورجعنا لحضرتكم تاني من جديد. استاذه هناء، كان في متصله استاذه اسراء كانت بتتكلمي على قانون الجذب، وقالت ان هي كانت عندها نفسها في شقه وربنا كرمها وبنتها وكده. حضرتك بقى ترد عليها؟ انا هديها مثل قوي جدا واتمنى كل الناس تدركه، هتفرق معاها جدا جدا جدا. كان في واحده ملهمه ليا جدا، كانت ادت مثل على حياتها، وده ممكن يفرق كتير مع ناس بيفكروا يبداوا حياتهم من اللحظه دي، ازاي يبنوها صح وازاي يحققوا هدفهم بالظبط. كانت في دوره بتاعه تنميه بشريه، فكانت قاعده في امريكا، وكانت بتقول ان المدرب او الكوتش بيقول لهم شايف نفسك بعد 5 سنين فين؟ سؤال العقيم بتاعنا كلنا. بس هم ما عندهمش الكلام ده. فقالت له يعني بتمنى ان انا اعمل شركه تنميه بشريه. قال لها تمام، اسمها ايه؟ قالت له لسه. مكانها فين؟ ما اعرفش. شكل الديكور بتاعها ايه؟ ما اعرفش. طب اسوسها ايه؟ ما اعرفش. قال لها لا، بكره تجيلي وانت عارفه كل حاجه. فقال لها انا عايزك تجيبي لي ورقه بتاعه شركتك عليها اسمها واللوجو والعنوان وتفاصيل الشركه ايه. فالبنت اتجننت، قالت ازاي اعمل ازاي كده؟ طلعت من على النت، قالت انا طول عمري كان نفسي اعمل لوجو شكله كده، واسم الشركه كان نفسي يبقى اسمها كذا، ويكون عنوانها في جاردن سيتي في الدور الكذا، الجنينه كذا، العفش شكله كذا. رسمت كله في ورقه حلم.
رسمت حلمها قدامها. لما راحت تاني يوم للكوتش فبيقول لها كل واحد ايه الحلم، فقال لها مبروك على شركتك، قالت له دي ورقه، قال لها ده حلمك هيحصل. فهي كاتبه من ضمن الاحلام ان التاريخ ده هيحصل كمان اخر السنه دي ان شاء الله. كل واحد فينا ما بيستناش ويدي حلمه اوقات بعيده، بالعكس عايز بكره عاجلا ليس اجلا. فقال لها مبروك عليكي، انت اوريدي بقيتي صاحبه شركه كذا. فنزلت مصر ورقه، بس الورقه دي كانت كل يوم الصبح وبالليل وكل اصحابها وكل معارفها بتوريها لهم، بتقول انا بقيت صاحبه شركه واسمها كده. لغايه ما كانت في جيم بعد ما نزلت من امريكا باربع ايام، قابلت واحده في الجيم صاحبتها قديمه، اعتقد في حد يعرف الموضوع ده، شبه حصل ليكي تقريبا، حكيتي لي على حاجه شبه دي. قالت لها ان في شركه طالبه واحده بكره لازم تكتب معاها عقد ويكون عندها سجل تجاري بتاع ضريبيه وبتاع ضريبيه ويكون شركه تنميه بشريه لشاب، صح، مواصفاتها اللي هي بالظبط اللي هي حلم ده في الورق. مش ممكن، انا لو ما كنتش جاهزه بالفكره والاسم والماكت واللي عملت كل اللي انا عايزاه، راح حلم تاني يوم للمدير بتقول له انا لسه عامله السجل التجاري من تلت ساعه وجايبه الشقه امبارح. قالت تخيلوا، ده الهدف اللي يهمني جدا الناس كلها تسمعه، لو انت ما رسمتش هدفك كله وسميته وحددته بجميع تفاصيله، لو يوم زي ده جه على حد فينا وقدامه الفرصه كان لسه هيستنى تضيع منه فرصه. لا طبعا، هي حققت فرصتها وكان هدفها مرسوم وحلمها اتحقق، وده الحقيقه، ولقت بنفس العنوان بنفس المكان بنفس الالوان، وده الحلم، ده اللي انا نفسي كل الناس تزرعه في اولادها. استاذه هناء، هو بيقولوا في طاقه سلبيه وفي طاقه ايجابيه، يعني ممكن شخص يوصل لك اتعرفتي عليه يوصل لك طاقه سلبيه، وفي شخص يوصل لك طاقه ايجابيه، دي ليها علاقه بقانون الجذب؟ بصي احنا بنجذب لينا الناس. استاذه حضرتك بس معلش، استاذه ليلى الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. استاذه هناء مع حضرتك. مش سامعة. ممكن حضرتك بس توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ ماشي حاضر. اتفضلي. انا حطيت هذا الاسامي، انا اول مره اسمع عن قانون الجذب، اقسم بالله اول مره اسمع، بس كل اللي حضرتك بتحكيه حصل معايا فعلا. زي الفل. ربنا. حط هدف قدامي ان انا عايزه اعلم عيالي تعليم عالي، مش عايزه اخليهم ياخدوا دروس هات زي ما بيحبوا يحصل وخلاص. وحطيت هدف ان انا اخد المصري وعايزه اعلمه احسن تعليم. تمام. لكن مش عارفه هبدا منين، ولا في انهي منصب، ولا هكتب فين، ولا هعمل ايه، بس انا لسه اشتغل وهم يقعدوا هيشتغلوا ويساعدوا معايا وهم طموحين زيي، بس انا مش عارفه ابدا منين ولا اعمل ايه. انا عايش حياتي عادي، بس حتى الهدف قدام عيني وما بفكرش غير في الحكايه دي. ربنا يقويك عليهم. وهعمل ايه واعلم عيالي ازاي؟ انا كل يوم شغل دماغي وموجود، مش قادره اوظف التركيز فيه، بس نفسي اساعدهم، نفسي اعمل حاجات كتير لعيالي، نفسي اخليهم احسن ناس، مش عايزه اضرب كده واخلص واكلم اتعلم التعليم العادي، نفسي اشتغل واساعد جوزي، نفسي اقضي حاجه كبيره خالص خالص، بس مش عارفه ازاي. انا حاطه هدف قدامي بس مش عارفه ابدا ازاي ومنين، واروح في انهي منطقه واشتغل ايه الاول. انا عيد، انا اقدر اشتغل قد واحد بالحيطان هيك الجبال، بس نفسي اساسا، بس مش عارفه ازاي. ربنا يقويك يا ست الكل، ربنا يقويك. تمام. انا مبسوطه جدا. شكرا لاتصال حضرتك. سامعين الطاقه شكلها ايه؟ انت بتسالي على الطاقه الايجابيه والسلبيه، ايه رايك؟ بعد ما سمعتي. لا كده خلاص. دي الطاقه الايجابيه. انت جاوبت لك على السؤال بدون ما تضرب. جذبتي ليكي اجابه سؤالك. دي عندها طاقه ايجابيه. انت اولا طاقه الانتظار طاقه سلبيه. عشان كده لسه بقول لك قانون الجذب من اهم واخطر حاجه فيه ان انت هو نفسه طاقه ايجابيه. ما ينفعش اجي انتظر الشيء، لان الانتظار طاقه سلبيه. يعني ايه؟ يعني هي بتقول لك دلوقتي وانا قاعده بفكر فيه ليل نهار. لا، انت كتبتي بالظبط العريضه قدمتيها للقاضي واديتيها له، قالت عايزه تخليهم تعليم عالي. هيحصل.
طالما حطت قدامها بس هي الهدف. بتقول لك انا مش عارفه اعمل ايه، مش مسؤوله هي تعمل. عماله بتفكر هو انا هعمل ايه، ربي رب الكون، رب الكون. هو اللي ييسر لها اللي هي بتتمناه منه. طالما هي صادقه في نيتها مع ربنا وعايزه تعمل كده، ربنا هيناول لها اللي هي عايزاه، ملهاش معاني تانية. يعني حاجه اقول لها فكري انت ما تملكيش غير ان انت تطلبي من ربنا وتحطيها في ذهنك، وما تقعديش توقفي دنيتك عليها، لا دنيتك ماشيه. والله حد منهم دخل تعليم متوسط، حد ما كملش، بس في واحد هيحقق لك اللي انت عايزاه. ما ينفعش على الله ان احنا نلح، طبعا نلح، لكن ما نقولوش ليه، لا احنا طلبنا. انا دايما اقول كده، زي القضيه حطيتيها في ايد القاضي، هل ينفع بعد ما تحطي القضيه في ايد القاضي تفضلي تقولي ايه هتعمل ايه هتسوي ايه؟ لا خلاص، الحكم العدل في ايده، مش هيسمح لك ان انت تستني الميعاد بتاع الحكم فقط. بالظبط، وتبقي عارفه ان ولله المثل الاعلى، القاضي الحكم العدل هيجيب لك اللي انت عايزاه واللي هو شايفه اصلا في مصلحتك. انت تمني، والله هو رب الامنيات. طب رب ازاي بقى يا استاذه هناء؟ يعني دلوقتي عندنا اطفال صغيرين، ممكن دلوقتي كل ام تشتغل على اولادها توصل لهم طاقه الجذب، قانون الجذب، قانون الجذب. احنا انا عن نفسي عرفت وانا كبيره، اتمنى، وده كان حاجه بالنسبه لي خطيره، اتمنى من كل ام تبقى سمعانا دلوقتي تحط في اولادها من دلوقتي. زي زمان كان يقول لك نفسك تطلع ايه، دكتور، ضابط، مهندس، تقول له خلاص تناديله يا دكتور كذا، يا باش مهندس كذا. دكتور زويل كان حاطط على كذا باب الاوضه دكتور احمد زويل. الهدف ده لما الابن يطلع بيه، مش هنقول بقى ان الكون هيجذبه له، الله الله هيحقق له ما يتمناه. الكون هيجذب له اللي بيتمناه، هو شخصيا هيبقى مؤمن بالفكره وعايش فيها ليل نهار، وهتتحقق لازم من السن الصغير، من اول ما يخش اولى ابتدائي يعي ويدرك سن الوعي والادراك، تبدا تتعامل معاه. هيا حبيبي نفسك تبقى ايه؟ مش انا عايزه ابني يبقى ايه، نفسك تبقى ايه؟ تبدا تشرح له الدكتور بيعمل ايه، المهندس بيعمل ايه، المدرس بيعمل ايه، العامل بيعمل ايه، وهو طاقته وتفكيره وهوايته وفكره يقدر يبلورها من اللحظه دي ويشتغل يعني عليها. حضرتك عايزه تقول لنا ان احنا في الاطفال واحنا بنتكلم معاهم، يعني نقول لهم انتوا عايزين تبقوا ايه؟ نعرض عليهم الاول العرض، انت نفسك تبقى من سن صغير. ما نجيش نقول ده صغير ما يفهمش، ما فيش الكلام، السن ده والوقت ده والكمبيوتر واللابتوب والتابلت، لا لا لا، بدل لا ما اقول له يا ولا تعالى اقول له يا دكتور تعالى. طبعا. ولما يجي يتعامل مع الناس انت بتناديله قدام الناس بالدكتور كذا، بالدكتور كذا، خلاص برفع من معنوياته، هو كده بيبدا يأهل نفسه ان هو هيبقى دكتور. ايوه خلاص، هو دلوقتي متوج فكره وحياته، قايم نايم بدون سياسه الانتظار، لا هو عايش في الحلم. عايش في الحلم، حتى هو بيفكر يقول انا ان شاء الله هطلع دكتور، فطبيعي ان انا اخش علمي علوم، خلاص رسم حياته على كده. قانون الجذب ده هيبقى معاه، هيحصل معاه، هيحصل معاه. كل ما هو متوقع ات، كل اللي انت تمنيته وطلبته من الله هيحصل. وفي ناس تقول لك انا تمنيت وعشت عمري كله ما تحققش، ده الله حقق لك اللي هو شايفه في مصلحتك، في مصلحتك. ما نجيش نقول يا رب انا عشت عمري كله، زي ما لسه بقول لك الام اللي عندها ثلاث ولاد دلوقتي اللي كانت لسه بتحكي، ممكن الاولاني يخش حاجه والتاني حاجه، اما التالت الله شايف ان ده اللي يصلح لتحقيق حلمها. اللي لما يبقى فيه اللي تمنيته ده، هو ده اللي هيحقق لها حلمها مكتمل. اختيار الله لينا احنا، بس علينا ان احنا ايه؟ التمني. نقول مش تمني، احنا نرجو من الله، نرجو منه. نرجو من الله، وهو حر، انا دايما اقول كده، وهو حر يفعل بنا ما يشاء، كل اللي هيعمله فينا خير. خير يا دكتور. خير يا دكتور. التخاطر. التخاطر. طيب انا هقول حاجه خطيره، مثل صغير كلنا عدى علينا. التخاطر خطير ولا حاجه خطيره؟ حاجه خطيره عن التخاطر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان في خطبه في يوم من الايام، طبعا كل الناس عارفه القصه دي، ولكن بس انا الناس بقى تفصل ما بين الجذب والتخاطر. خلاص قانون الجذب، احنا قانون الجذب كده احنا قفلناه، احنا دلوقتي هنتكلم في قانون التخاطر. يعني ده كده التخاطر بس، التخاطر تاني بس. قانون الجذب، قانون الجذب كده خلاص قفلناه. تمام، اتفضل. التخاطر مثال صغير جدا هقوله لكم. سيدنا عمر الخطاب كان قاعد في خطبه يوم جمعه، فشاف، وطبعا سيدنا عمر الخطاب ده من الاوائل يعني طبعا، شاف ان ساريه الجبل، كان صحابي اسمه ساريه كان على جبل، ولو نزل كان هيهجم عليه الاعداء،
فهو شاف ان لو قال له يا سري الجبل الجبل يعني الزم الجبل الجبل هيبقى في امان، فقالها في عز ما هو كان في الخطبه. عدى لما رجع سري الجبل بعد اسبوع بعد اتنين ايا كان، فقال له انا سمعت صوتك بتقول. فده كان اكبر مثل لحاجه اسمها التخاطر، هو بعت له رساله تخاطر. في شعوب لغايه النهارده بتتراسل بالتخاطر. اكبر مثل بمعنى هقول لك، الام يبقى ابنها بره تقول قلبي وجعني في حاجه مش طبيعيه، ايه اللي بيحصل؟ تخاطر اللي بين الام وابنها، بين الزوج وزوجته، تيجي تقول ايه، هديكوا الامثله الاوضح حاجه، تقول مش ممكن ده انا لسه كنت بفكر فيك وانت بتروح متصل بيا، ده انا لسه بتكلم عليك الاقيك داخل الباب عليا، ده جالي مكالمه وانا بفكر في حد بقاله سنين، مش ممكن ده انت لسه كنت على بالي. هو ده رسائل التخاطر في ابعد نقطه في العالم، في سنين ما شفتيش حد معين، بس لازم التخاطر يتم ما بين اتنين يعرفوا بعض. في شروط رساله التخاطر معروفه، ثلاث نقط، ثلاث شروط للتخاطر: الرساله، المرسل، هقول لك اشرحها لك عشان بس ما تقعش مني. دي انا دلوقتي عايزه ابعت رساله لحد، الحد ده مبدئيا لازم اكون اعرفه، انا اشرحها لك بالمعنى العملي. طب انا اسف معايا استاذه حضرتك، بس معانا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه ميرفت ازاي حضرتك؟ انا معاك مدام غاده. مدام غاده اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك من القاهره. اهلا وسهلا يا فندم. ممكن اكلم الاستاذه هناء؟ اتفضلي. حضرتك كنت بتتكلمي عن قانون الجذب، وانا كنت عايزه استفسر عن حاجه، هي قانون الجذب الشخص بيعمله لنفسه ولا ممكن الام تعمله لولادها؟ يعني ممكن انا يعني انا اخطط لولادي ولا لازم الشخص هو اللي يخطط لنفسه؟ قانون الجذب احنا كنا خرجنا منه ولكن هقولها لك. انت ممكن تجذبي لاعز مليكي، لان هم وهم صغيرين تقدري تجذبي لهم مستقبل حلو ليهم، لكن بمجرد ما بدا يدركوا انت اتفصلت الاشارات بينك وبينهم، بقى هم ليهم القانون الخاص بيهم والفكر الخاص بيهم، تحطيهم على الطريق والطريق هو اللي هيمشي بيهم لتحقيق الحلم البدائي الاولاني اللي انت حطيته لهم. بعد كده هم ممكن يغيروا فكرك، ممكن يغيروا فكرك، لكن احنا حيلا بنشاور بس على بعض النقط اللي نتمناها لهم. هم في النهايه هيقدروا يبقوا عارفين بالظبط يختاروا ايه بمرور الوقت. يعني الشطاره في اني انا اصلا افتح له مداركه انه ينقي، انه يختار، مش اني نسيبها كده للزمن يجيب اللي يجيبه معايا، لا لازم اخطط ليه، اديله بس الدنيا البلان ايه، تبقى الدنيا شكلها كذا وكذا وكذا وكذا، وانت حر يا حبيبي اختار اللي يعجبك. افتح له مدارك من اولى ابتدائي، مش الناس تستنى لثالثه اعدادي وثالثه ثانوي واولى ثانوي، لا لا. لا لا يطلع زي ما احنا اتفقنا متخطط له دنيته ايه. في اي استفسار تاني يا استاذه غاده؟ طيب بالنسبه لقانون التخاطر او نظام التخاطر، يعني انا دلوقتي مثلا لما ابقى قاعده واحس ان انا في حد انا مثلا مش في دماغي ما كنتش بفكر فيه، واحس ان الحد ده جه في دماغي مره واحده، ده معناها ان الحد ده بعت لي رساله تخاطر؟ ايوه، وهو كمان بيفكر فيك. بصي يعني اتفضلي لحظه. ان انا مثلا بتحصل كتير ان انا مثلا ابقى قاعده والشخص ده مثلا مش موجود في دماغي او ما فكرتش فيه، والاقي في لحظه معينه هو جه كده لوحده، او حصل موقف معين منه انا استرجعته مع نفسي، فبحس اني بقعد اقول ايه اللي خلاه يجي في التوقيت دوت، فده كده معناه ان في حصل تخاطر بيني وبينه. لا لا لا، منين؟ منه هو ولا مني انا؟ اللي بصوا القاعده واضحه جدا، انا لما اكون قاعده بتكلم معاك ويجي حد يخطر على بالي حالا يقطع تركيزي، يبقى معناه حاجه واحده، ان هو اللي بعت لي الرساله. بشكر هو حضرتك. هو اللي بعت لي الرساله، يعني لما اكون انا قاعده بتكلم مع حد ومركزين في موضوع زي كده، ومره واحده تجيلي خاطر بحد، يجي على بالي حد، يجي قدامي شكله، يجي ريحته، يجي ذكرى ليه، يبقى هو اللي بيبعت لي الرساله. هو بيفكر، هو الراسل. هو الراسل. أو انا المرسل. وانا دلوقتي المستقبل. فلما تبقي قاعده كتير يجي يقول لك ايه، انا في حد انا ما اعرفوش، يعني انا اعرفه شخصيا مثلا زميل او حاجه، بس مفيش بيني وبينه حاجه، دايما الاقيه جالي في الحلم. وخلي بالكم الرساله اللي هتجيلك وانت صاحيه او وانت نايمه هو ده بالظبط اللي بيفكر فيه، يعني لو بالحب بالحب، بالكره بالكره، بالغل بالاستفسار، بالحشريه
هو ده بالظبط اللي بيفكر فيه. ده لما يحلموا اللي هم بيتخانقوا يقولوا لا ده انتوا كده هتبقوا كويسين، ده بيكون فعلا دي الرساله. الموت الايه اللي بيحلم اللي هو بيموت او حد مات؟ لا سيبك من دي خالص. مش انت بتقولي، مش انت بتقولي دي بتبقى رساله بتبقى حقيقه؟ لا لا مش دي دلوقتي في الحلم. لا 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 يا ما تحاوليش يعني مش عايزين نتكلم في السيره. شوفي الطاقه السلبيه والايجابيه احنا بنكذب دلوقتي. لا خلاص خلاص خلاص. اللي انا عايزه اقوله حاجه مهمه جدا، ازاي نعمل بقى التخاطر؟ التخاطر دي مهمه جدا. نستخدمه ازاي بالظبط؟ هقول لك ببساطه. المفروض شروط التخاطر ان انت بتيجي تختار وقت بعد الساعه 12 واحدة بالليل، تكون الاشعاعات والاشارات والذبذبات هديت، يعني الاجهزه طفت، التليفونات مقفوله، الوقت اللي الدنيا كلها فيه الطاقات والحبل الاسيري ده مقطوع، الدنيا كل الناس نايمه، الكون كده هادي بالنسبه لك، بتبقى قاعد في وضع مريح جدا، لابس لبس فضفاض، واخد الوضعيه اللي تعجبك، نايم على ظهرك، ساند ظهرك، المهم انك تبقى قاعد مسترخي تماما في هدوء تام، تعمل شويه تمارين تنفس اللي هي ببساطه انا هقولها لكم عشان في كتير بيحبوا بيسالوني عنها ان انا اعملها ببساطه عشان ما نغيش فيها. بتاخد 7 لغايه ما تحس ان كل عضلات جسمك فكت 7 مرات. بيحصل لك في اللحظه دي ان جسمك بعد 7 مرات بيحصل له استرخاء تام. في الحالة دي انت طلعت كل الشحنات والافكار من ذهنك، بقيت فاضي هادي. بتقعد تركز في مليون تمرين للتخاطر، اهمه واسهله ان انت بتغمض عينك بعد 7 مرات التنفس، وبتتخيل الشخص اللي انت عايز تقول له رسالتك بجميع ملامحه كأنه قدامك قدام. بضحكته، بنظرة عينيه، بهدومه، بالبرفان بتاعه، وهتشم الريح حقيقي وهتحسه قدامك حتى لو كان متوفي. لا التخاطر ما ينفعش غير مع واحد حي. تمام. لا مش مع متوفي كويس، لان في كتير كانوا بيسالوا ممكن اتخاطر مع ابويا او امي المتوفي. ايوه ده اللي بسال عليه. خلاص انا ممكن اخاطر مع امي؟ لا لا، انت بتخاطر روح مع روح، الروح خلاص مع بارئها. فبيقعد يتخيل قدامه كل ملامحه كل تفاصيله، واهم حاجه انك تكون الرساله واضحه وقصيره. واضحه وقصيره يعني ثانيه واحده يا فضل. دكتوره يا استاذه هناء. ايوه حاجه زينب. الو يا حضرتك. ايوه ممكن اكلم الاستاذه هناء؟ اتفضلي يا حاجه زينب من الاقصر. الحاجه زينب اهلا وسهلا، اتفضلي. لو سمحتي انا لما اكون مثلا حد برن عليه بالتليفون يقول لي ايه، انا والله لسه كنت بفكر في ان انا اكلمك. تمام. لسه كنت على بالي. مظبوط، هو صادق. ماجي مثلا حد يرن عليا انا برضو يجي لي نفس الاحساس ان انا كنت الشخص ده كنت لسه هكلمه. مظبوط. ده بيكون معناه ايه؟ عايز تسالي؟ نعم. عايزه تقولي ده معناه ايه؟ عايز اعرف ايه معناه ده. واحيانا يا دكتوره في يعني انا مثلا لو شفت في رؤيا ان انا مثلا شفت واحد برؤية، يجي لي ان تاني يوم ممكن اشوف اخوه او اخته. لكن ما تشوفوش هو نفسه؟ لا ما اشوفش الشخص نفسه، اشوف حد من اسرته. لا دي ملهاش دعوه بالتخاطر. لازم الشخص نفسه. طيب تمام. في حاجه تانية؟ بنشكرك يا حاجه زينب. بشكرك يا حاجه زينب، وان شاء الله ده اللي انا هقوله بالظبط. هناء حضرتك ان شاء الله تجاوبنا بس بعد الفاصل. تمام اتفضل. زي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وهنتواصل مع أستاذة هناء. هكمل أنا إزاي نكمل التخاطر عشان ينجح صح. زي ما أنا قلت 7 مرات التنفس، بتاخد شهيق وبعدين تطلعه بهدوء لغاية 7 مرة دي بيكون كل جسمك هادي وعنده حالة استرخاء شديد. وبعد كده بتغمض عينك وبتتخيل الإنسان اللي أنت عايز تقوله رسالة التخاطر اللي هتقولها له أيا كان. شرطها انها تكون قصيره وواضحه، ما تكونش غامضه، يعني كلمني في التليفون، عايزك تكلمني، كرر طلبك 7 مرات، وبص في عينه وخد منه اشاره حاضر هيحصل، هو مش هينطق. ابص في عينه ازاي يا دكتور؟ انت بتحصل، انا بقول لك وانت مغمضه انت بتتخيلي انه قدامك بجميع تفاصيله وملامحه. حقيقي. بتحصل. ولازم تعودي نفسك مره واثنين وثلاثه على قدرتك
على انه قدامك. احنا ربنا مدينا قدرات هايله لدرجه انك وانت مغمضه انت ممكن تستحضري نفسك داخله في مكان وبتحطي مكياج وبتلبسي ونازله وراحه فين وبتركبي ايه. صح. هو ده التخيل. فانت تقدري تتخيلي البني ادم ده قدامك بتفاصيله. عشان كده قلت لك خدي كل تفاصيله وشوفي كل ملامحه. ده انا بديكي مثال بسيط، تخيليه جاي من بعيد وبداتي تشوفيه وهو بيقرب عليكي، وبعدين تبداي تبلغيه برسالتك وتكرريها 7 مرات. ده تمرين بسيط، ابسط تمرين فيهم. وما تمشيش وما تقفليش الرساله الا لما تشوفي من وشه، يعني كلمني في التليفون، كلمني في التليفون 7 مرات بهدوء، وشوفي من وشه ابتسامه او علامه ايوه، او اكتبيها له على السبوره تخيليها، يا اما بتنطقيها يا بتكتبيها، وشوفي الاجابه منه وقولي له هنتظر اجابتك لغايه ما تشوفي ايماءة من وشه او حركه بتدل ان اوكي حصل هيحصل. بعديها بتتخيلي، انا بديكي ابسط امثله، في امثله كتير ممكن ابقالها لكم بعدين، لغايه ما بتتخيلي ان هو بيبعد من الصوره خالص وبيختفي عن عينك، بتبداي تاخدي 3 مرات تنفس تاني بنفس الطريقه، تاخدي شهيق وتخرجيه بالراحه وزفير، وبعدين بتفتحي عينك. خلي بالك بقى من الخطوه الخطيره دي، انت خلاص طلبتي طلبك، ثقي ان طلبك وصل في الانبوكس، خلصت. ما بتبعتي رساله والكونكشن موصول، بتوصل. ممكن يكون تليفونه مقفول بس الرساله راحت، اول ما يفتح تليفونه هتوصل. اخطر وقت واسرع وقت واحسن وقت الوقت بتاع بالليل اللي هو بيحلم، اللي هي يقول لك انا حلمت بيك امبارح، او ان جالي ان حد واحده بتبعت رساله حب، فيبقى عنده حنين ليها، يقوم تاني يوم تقول مش ممكن ده انا بعت رساله وتاني يوم رد عليا لسه مكلمه او كلمني مش ممكن. هو انت بعتي له رساله وهو كان عنده الاستعداد. في ناس بتبعت كتير ويكون هو ما عندوش الاستعداد. والكلام حضرتك الشيك ده بس معانا تليفون. فضل. الو الو اتفضلي. عليك صوت. اسم حضرتك هدى. انا يا هدى انا عايزه اكلمك في الجهه. اتفضلي. بصي حضرتك يا استاذه، انا مؤمنه جدا بالاستقامه وعملت التمرين ونجح معايا زي الفل. ما تجاوب هنشكرها، نقول لها طبعا الموضوع عايز حلقات وحلقات. ونجح معايا استقامه. بصي في واحده صاحبتي انا عايزه خليها تعلي صوتك. ممكن تعلي صوتك شويه يا هدى؟ انا؟ اه انا مؤمنه جدا بالتخاطر وعملت كذا مره ونجح معايا. بس في واحده صاحبتي يعني كانت عايزه عليا وخلاص. تمام. بتيجي على بالي كتير. واحده صاحبتك بتيجي على بالك كتير. واحده صاحبتك بتيجي على بالك كتير بس ايه؟ بس كانت عزيزه عليا ودلوقتي ما بحبهاش. يعني هي بتبعت لك رسائل تخاطر عشان حاسه ان انت ما بتحبيهاش؟ بتجي لك رسائل حلوه ولا رسائل فيها بغض وكره؟ لا اللي هو انا وحشتها وكده. هي فعلا دي احساسها ناحيتك، بتفكر فيكي وبدون ما تدرك. وممكن كتير بنعمل تخاطر بدون ما ندرك ان احنا فعلا قمنا بالتخاطر. مجرد تفكير فيكي كتير في وقت فاضي في وقت هادي زي ده، كتر التفكير بيوصل الرساله ليكي اللي انت وصلت لك. ده احساسها فعليا بيكي. انا بشكرك يا هدى. دكتوره استاذه هناء، هتكلمينا بقى عن الابراج اللي انا بحبها جدا. اه طب يلا هقول لكم دلوقتي ببساطه. بس عايزين اول متصله كانت معانا. حاضر. كان زوجها الاسد، الزوج الحمل وهي الاسد. الزوج الحمل وهي الاسد. بصي هو انا هبدا بالصدفه بالحمل. انا هقول لكم ببساطه لان في ناس كتير قوي فارق معاها قوي. مش هنبقى نقول بقى ترابي ويوم ايه ومش يوم ايه، كل الناس عارفه الحقيقه. انا هجيب لكم معلومات مهمه الناس كلها بتحبها. احنا عايزين ايه يعني عشان نلمهم كلهم سوا مع بعض ومفيش حد يزعل مننا؟ باختصار كده. حاضر. هقول هقول الحمل مميزاته بسرعه وعيوبه واحسن الابراج ليه ايه وافضل الابراج ليه ايه والبرج اللي ما ينفعش معاه خالص. طب. الحمل المفروض ان هو شجاع صادق متحمس، بيرمي ورا ظهره ما بيشيلش كتير، عاطفي صادق. عيوبه ما عندوش صبر، متقلب المزاج، مندفع، عدواني. احسن الابراج بالنسبه له الميزان، الثور، السرطان. الافضل على الاطلاق لبرج الحمل الميزان، الاسوأ على الاطلاق الجدي. هنقول الثور
مميزاته مركز جدا في اللي عايزه، مجتهد، مصابر، عملي، مخلص، مستقر نفسيا ومسؤول. عيوبه عنيد جدا، لا يسمع للرأي الآخر إطلاقا. أفضل الأبراج بالنسبة له العقرب، الجوزاء، الأسد. الأحسن على الإطلاق العقرب، الأسوأ الدلو. هنقول طبعا برج العظماء برج الجوزاء. مميزاته الذكاء، إنجاز أكتر من عمل في وقت واحد، فنان لبق، اجتماعي جدا، لديه القدرة على التعلم بسهولة، سريع، حنين، فضولي للغموض ولكن مش حشري، فضولي للحاجة فيها غموض لكن مش حشري. عيوبه متردد، عصبي، لا يستطيع حسم أمره، يمل بسرعة. توافق الأبراج بالنسبة أفضل الأبراج للجوزاء القوس، السرطان، العذراء. أحسنهم على الإطلاق القوس، أسوأهم الحوت. تفضل. أنا حضرتك الأبراج دي حاجة شيقة، وحضرتك بجد إحنا سعيدين بأن حضرتك كنت معانا، ونتمنى كتير إن حضرتك تيجي لنا تاني إن شاء الله ونتكلم على الأبراج كتير. يشرفني. وانا بشكر حضرتك جدا وسعدان ان كنا مع حضرتك. الحلقه كانت شيقه جدا، يعني الناس كمان يا رب يكونوا استفادوا بالجذب وال يا ريت يطبقوه. يا ريت ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا. العفو. شكرين يا استاذ، شرفت بيكم. لا اشكرك يا محمود. اشكركم ودمتم في رعايه الله.